أستاذ في القرآن الكريم لفئة الأطفال والناشئة، شارك في مسابقات دولية وأحرز مراتب متقدمة. من أندونيسيا المتسابق آية الله أحمد شوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة
أصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. تقبل الله صيامكم وقيامكم مشاهدين الكرام، حياكم الله وحيا الله المتسابق من اندونيسيا آية الله أحمد شوري، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة. الأستاذ عماد رامي تفضل. حياك الله أخي آية الله، كنت انتقالك بين المقامات وهذا أول شيء أنا بلفت نظري، كان حسن يعني لا بأس، وصوتك لطيف ذو عربة لطيفة وزخارف جميلة. إن شاء الله منشوفك بالمتقدمين والأدوار القادمة. الشيخ رايح لأندونيسيا أستاذ؟ نعم تفضلوا. ذهبت لأندونيسيا أنا. تشتغل لهم هناك أندونيسي؟ لا عربي. عندهم معاهد عربية إسلامية وقرأت هنيك. بس هذا الضيف يعني خاص من اندونيسيا جاي، لحد الان ما قرات له يعني. انا اذا بدي اقول له ما حيفهم علي. ما يخاف، انا اترجم لك. مولاي يا مولاي، مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد
خير من يمشي على قدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله 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 يدخل الى القلب. نعم هو كان يردد بها. نعم اسال الله لكم والله انا قراتها باندونيسيا. السنه اللي حنقوله للقارئ شيخ عمر كلمه السنه شوي اللي حنقوله للقارئ مغربي الشيخ محمد عصفور تفضلوا. يعني بعد هذا الكلام ويعني شو بدنا نقول بعد هذا الكلام والله. بس صلي على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخونا آية الله احمد الله يبارك في عمرك ما شاء الله، والقراءة جدا رائعة وأحكامه جدا رائعة، لكن خلونا أقول نقطة لعل المشاهد الكريم الآن ينتظر منا التعليق على القراءة ليستفيد، وأيضا الحضور والمتسابقين ينتظرون بعض التعليقات ليستفيدوا من المشاكل الموجودة، لكن والله المتسابقين لا يعطونا فرصة للتعليق لأن قراءتهم رائعة لا نجد شيء نعلق عليه يعني. لكن خلونا نعلق بشكل عام في بعض الأبيات كده مذكورة لأخطاء القراءة بشكل عام. يقول أحدهم: فإني رأيت البعض يتلو القرآن لا يقيم حدود الحرف وزنا ومنزلا، فمنهم بترقيص ولحن وضجة، ومنهم بترعيد ونوح تبدلا، فما كل من يتلو القرآن يقيمه، وما كل من يقرأ فيقرأ مجملا. هذه الأخطاء محصورة في هالأبيات من أول المسابقة إلى الآن. أنا أجد المتسابقين قل ما تجد واحد عنده هذه المشاكل، والباقي يعني كأنهم مختارون، ولو أننا نختارهم لم نختر كما وجدناهم. نخبة النخبة. أي والله صدقا يعني كأنهم تفصيل على المسابقة. الله يبارك فيكم سيدنا والله يبارك فيكم في جهودكم المباركة. الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. موفقين حبيبي. السيد حسنيان تفضل. شكرا جزيلا أستاذ محمد، وشكرا للأخ آية الله على هذا الأداء الجيد. معروفة أندونيسيا بالتالي بالسنوات الأخيرة بأدائهم الصوتي خصوصا، طبعا وإن كانت كثير من يعني المجاميع القرآنية هناك تقلد أو تحاكي الشيخ مصطفى إسماعيل، لكن حافظوا على الأقل على هويتهم الصوتية، وبالتالي من خلال هذه الأصوات العالية والأصوات التي فيها الزخرفة وفيها إحساس ذاتي، وإن كانوا كثير منهم قد لا يفهم المعاني كلها القرآنية، ولكن نشوف أدائهم متميز. آية الله كان متميز في كثير من الجمل النغمية اللي أداها، وكذلك صوتيا، ولعله لو تأهل إن شاء الله تعالى نتمنى أنه نسمع منه أداء بصوت أندونيسي مثل ما تعودنا على الاستماع له من خلال السوشيال ميديا أو المسابقات التي سبقت. السيد كريم موسوي أختم معكم تفضل. حبيبي آية الله وفقك الله إلى خدمة كتاب الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أنت متمكن على أداء المقامات من الطبقة الهابطة إلى الجوابات اللي احنا سمعناها، ولكن أمزجها بروح وإحساس شوية، يعني هاي تريد كانت فارقة من الإحساس، وصوتك يفقد قوة وحجم، صوتك يفقد قوة وحجم. الله يعينك يا رب. شكرا جزيلا لكم، وشكر أيضا للمتسابق آية الله أحمد شوري من أندونيسيا. شكرا جزيلا تفضل.